في آخر ظهور له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تتركز الأضواء على فحوى خطاب الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد الذي سيلقيه من على المنبر الأممي. وقد صرح الرئيس الأمريكي باراك أوباما من على ذات المنبر بأن إيران فشلت في الالتزام بتعهداتها مرة أخرى لإثبات سلمية برنامجها النووي. وقال أوباما إن الولايات المتحدة تريد حل هذه القضية بالطرق الدبلوماسية السلمية، وأعرب عن اعتقاده بأن الوقت ما زال متاحا للقيام بذلك ولكن ليس للأبد، وأشار إلى وجوب عدم الخطأ، فإيران النووية مسألة غير قابلة للاحتواء كما قال. بينما انتقد المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية ميت رومني نهج الرئيس أوباما في التعامل مع إيران ووصفه بأنه غير مجد، وفي مقابلة خاصة أجرتها شبكة CNN مع الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون قال الأخير إنه لا يثق بإيران وبسلمية برنامجها النووي. لقد قدمت إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة على مدى 8 أعوام أبحث عن علاقات الصداقة مع جميع الدول، ولا يزال الهدف كما هو. يذكر أن الوفود الممثلة لعدة دول كانت قد غادرت قاعة الجمعية الأممية احتجاجا على خطاب الرئيس الإيراني أحمد نجاد خلال ظهوره الأخير.